يا حياكم الله في سلسلة لعبة جديدة، اللعبة بعدها في الألفا، والألفا يعني اللعبة للحين قيد التطوير، ما بدت اللعبة ولا انشرها. مفروض اللعبة يستوي لها نشر أو ينزلونها رسميا في أول 2018. أول شيء بعتذر منكم لأن سيتي سكاي لاينز وكينجدومز للأسف فرمت الكمبيوتر وسويت فرمة ضاو علي. فإذا حابين نبدأ سلسلة من أول وجديد، سيتي سكاي لاين و كينجدومز اند كاسلز، حطوا لي إياها في الكومنت تحت. الحين نزلنا هاي اللعبة، لعبة جديدة حلوة حق اللي يبى شيء بعد ما نزل ولا يتريى شيء جديد. اللعبة مبدأها صناعية، يعني ندزي مصانع وإمدادات للعالم، نبى مكان قريب البحر. هالمدينة شكلها زينة. سوري. اللعبة وايد مش سمبل، لكن بس تتعود عليها تستوي اللعبة حلوة. طبعا كالعادة أنا أدق ستوب في البداية في أي لعبة، يمكن تحفظته من أحط أساسيات المدينة، بعدين أشيل الستوب أسوي رن للمدينة هاي. أول شيء محتاجه هني نعرف شو تبغى المدينة. مثلا المدينة ندخل الدكان، هذا هو السيلر. سوري، هو السيلر بندخل فيه، بعدين في إيه امور ثانية. طبعا اللعبة مش كاملة، طبعا مثل ما تشوفون هنا في لاند سكيمينج مش موجود، هذا كامينج سون، لو ترا فورمينج اللي هو تصور ان هذا بنعدل الارضيات وغيرها. الحين مثلا شو نحتاج؟ نحتاج دكان، يحتاج منه فطاير وكيك، ومحتاج تفاح، ومحتاج برتقال، عصير برتقال، محتاج جريبس. بس هاي لازم نحط لها مزرعة. بنسي حبة حبة، اول شيء بنحتاج نحط لنا شارع، نحط لنا شارع. طبعا تعودتوا على العاب شوي مختلفة عن هاي، فشوي يمكن يختلف الوضع عليكم هني. ما على اللعبة شوي فيها تحسون تكلم عليها شوي، بس اللعبة مثل ما قلنا ما بدأت بعدها اللعبة، يعني في قيد التطوير، فلا تزعلوا من اللعبة وايد اذا فيها شي ما يصير ولا هذا ولا غيره ولا اخره الاخره الاخره. اول شيء بنحط محطة ماي، بنحط صفايات ماي. كم عندك تقدر تحطي؟ خمسة. بنحطي خمسة، بنوصلهم هني، نوصلهم في الشارع الرئيسي. الحين اول شيء نبغى مزرعة. طبعا انا الشيء اللي بعرفه عن اللعبة الحين ما عرفت انا وياكم، ترى استكشف اللعبة معاكم مثل معظم الالعاب نستكشفها مع بعض. بسوي لنا شارع هني، بحط مزرعة هني. هو يبغى جريبس، يبغى عنب. الحين نسير مزارع، مش كورب فارم، سوري، نسير اوركد. اوركد هي مال الخضرة والفواكه. بنحطي لنا مزارع، بنحطي مزرعتين اوركد. اوكي، شنو نبغى ننتج؟ برودكشن، نبغى ننتج. اي نعم، نبغى عنب. العنب 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 يبغى، عشان ننتج عنب يبغى مي. بس يعني نرجع لمصنع الماي. ديستنيشن مزارع اوركيد، ترشحنات ماي، ابدا شغل. نحب نبدا نلعب. الاحتياجات، احتياجات المدينة اساسية. طبعا في شغلات حلوة في اللعبة، مثلا هذا انا ما اعرف هذا منو، بس هذا ينتج بروحه مع نفسه. اظن في مرحلة يمكن نقدر نوصل نشتريهم، ما ادري. اتصور هذا وين تبى تروح؟ اكيد الدكان القريب نينتالز، اللي هو هالدكان هذا. كل هالدكاكين هاي اللي يبون عنب، بس نحن بنسكر احتياج المدينة الحين. ترشحنات هني بتصير لهم. اللي الحين بسويه اول شيء بدي اطالع الجروسر، شيب الجروسر، شيب الحين يبى تفاح. الحين شو بيسوي له منافسة ولا كيف؟ شيبه بالضبط، شيبه. هني مزرعة واحدة مرة منتج أكثر من شيء، فلازم نسوي مزرعة ثانية ننتج فيها دقار. لف في مزرعة ثانية، هاي مزرعة تفاح، كيبة تفاح. هاد فيلد على حسابي، حسابي زيرو كالعادة، ما في لازم غلط، لازم حط اثنين. برودكشن نبغى تفاح، والتفاح يبى ماي، والماي لازم نروح المصنع نشتري. واحد اثنين ثلاث شاحنات، نروح تو ديستنيشن، درب لوين؟ درب الى مصنع التفاح. مصنع التفاح شو يسوي؟
ديستنيشن ماله وين؟ دكان. دكان وين؟ قريب. تأكل وين وقريب وين صح؟ هل ضيعين ولا بقبضي معي؟ الحين شو يحتاج الدكان؟ والله حلو أقام ينتج ها؟ عشان بالشباب شو بيسوي له منافسة ولا كيف يعني ولا؟ ما يستوي أشتري إنزين ولا أحتله ولا؟ ما يستوي؟ كم منكسون؟ شكله بيلاعب لي في اللعب في السوق هذا. ما في احترام. أنا المسكين اللي أسعب وش قهني. هني بارنجوز عصير. عصير برتقال. نبى عصير برتقال. خلنا نسكر على هذا. هذا الحين هني بنحتاجه مهيل. هاي الفحم. ما أدري إذا هني هني ما أعتقد بنحتاج فحم. بحتاج فحم. بس اللي حاصل إنه يوم نسوي إنتاج محلي نحنا نسوي تعايش في السوق المحلي إنه يشوف لأن هالمزرعة مش أنا في حد طيب قاعد يحاول يزرع معي صح لحظة أنا شو كنت أقول أنا شنو جبت العيد جروسري لا 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 أوكي 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 برتقال برتقال أورنج فيلد ست روح يا راعي البرتقال يباله مي طبعا المزارع كله في كلامه تحطوا له مي مي مش وايد صعب بس كل محطة تقدر توصل ثلاث جهات انا الحين بديت ثلاث عربات حق كل حد بدي اروح المزارع نبغى نوصله للأورنجز ايوه وصله للبرتقال زين ياخذ رفة طويلة سبت ان هذا حتى المصنع ماله فوقيه تبن تبن لك تبن لك ليش حتى المصنع ما له فيه لهالكثر يكرهني زين عشان ننتج الاورنج وزي عصير البرتقال انت يا عصير البرتقال نبقى وين المصانع فود فاكتوري فود فاكتوري ابو مكان قريب ما بقى يضرب ما بقى لو كنت حاطنه هني بعد كان احسن ما بقى يبقى غرش يبقى برتقال ويبقى ماي يعني حطيت عندنا ثلاث عربات جوز ديستنيشن فاكتوري صح مصنع هي مصنع اكل فود فاكتوري 1 اللي هو هذا فود فاكتوري 1 ماي ديستنيشنز ما عندنا لازم نحط مصنع ثاني هلك انت تقول اذا ما يخلص عليكم لازم مصنع ثاني ما يوصل اكثر من ثلاث اوكي لاند ويست كوستال جاذرز بلوكت 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 الله يسامحك كيف ترتيب يعني انا هسه حطيت بالعكس يعني انا كنت حطيت بالعكس ما حد شاف صح اذا ما حد شاف يعني ما سوينا شيء غلط لحظة بالعكس 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 خلنا نستغل المساحة كاملة انا متأكد بأي لحظة بنحتاج فيها مساحات متأكد دائما تلعب بنفس الحال استغل المساحة اللي عندك وصلها معي في الشارع لازم وصلها في الشارع عشان يروح المكان زي يا صديقي بصنع الماي انت بيوان عندك destination فارمز مش فارمز سوري فاكتوريز نبغاك تروح الفاكتوري هنا ايوه اورنجوز فاكتوري الحين بوبتلز من يسوي لنا بوبتلز بوبتلز يا جماعة الخير الوترز بوبتلز انا اتصور بيكون هذا جلاس اكيد جلاس وورك سمولتر هو بالجلاسات في غيره مش بالجلاسات يسوي خلنا نحط عند بصنع انه يستغل المساحة اللي هنا ان شاء الله ما ندب هذا يباله جلاس والجلاس يباله رمل يو يا الشغلانة هاي يبالنا مصنع رمل يعني عندهم رمل ولا اي مكان هاي ولا ما عندهم نفس عندنا يبالنا ما عندهم نفس عندنا يبالنا ساند فاكتوري ساند فاكتوري يا ساند فاكتوري هذا بيكون هني هذا هي ايرون ووتر غاز هذا الساند فاكتوري ليش على البحر؟ يستهبلون صح؟
زين بحرنا بواحد موين احنا. خلنا نشوف حطي ماكسيمم مره. عندنا فلوس، عندنا فلوس. تاشين كاستم جيم هاي، عندنا فلوس هاي تجيب العيد. شكل اخر شيء ونحتاج فلوس. زين يا صديقي المصنع، وانت بتصير انت طبعا، وانت بتصير مكان واحد فاكتوريس جلاس وركس ملتر. احنا رمل برودكشن منتج جلاس، جبنا رمل منتج جلاس، منتج غرش. بس يا جماعة الوضع يبالا نصر الشوارع. ما يستوي نفق شو اخ لا 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 مزاحك ثقيل انت طبعا. كله بخسارة الحين طالع تحت على اليسار، احنا في خسارة شنيعة. بس ما علينا، احنا داشين نجرب يا جماعة. يا تصيب هذا مش موصلة. شوف كيف مش موصلة كيف مش موصلة. ليش مرة محبة يا سيدي؟ قلت لي مرة عادي يكون مبدل بشوي ترى. وريل تمام تمام وآخر زين. ما يستوي بالطريقة العادية، راح نضغط المسير ونحط المصنع الثاني هنا، وراح أوصله عن طريق هذا الشارع. وما يستوي جرب ساعتين متعايزه الصراحه. اوكي مش متعايزه لكن اريح يعني. متعايز صح؟ لا يعني مش متعايزه، انا اريح. ما اعرف انتوا اكتبوا تحت متعايز ولا اريح. متعايز ولا اريح. برودكشن انت تبغى غراش، ديستنيشن يا صديقي انت تبغى فاكتوريز. ايوه فود فاكتوري اورنج جوز. انت تعال انت تعال تعال تعال, تعال. choose destination factories glass works smelter. كل قراب عن بعض، المفروض ما يطولون يروحون يردون. اتصور اتصور اشوف الستورج عنده شيء. هي عنده اوريدي اوريدي عنده غرش، بس احسه ما ينتج بسرعه. ايش السالفه؟ شوف ابو الجلاس، خلنا نزيد سيارات. شو رايكم؟ واحد اثنين ثلاث، نزيد اللي يروح له سيارتها اساس ما يقول. تعال زيد سرعة اللعبة شوي اساس ما يقولنا هذا هذا منافس، هذا مش عاجبني انا. لازم اسوي فيه شيء، ما يصير اخصص فيه. ما اعرف ياس يزرع لي تفاح هني في نص البقعة وانا مسكين قاعد اشقى. زين المهم ها بيبدا ينتج ولا ما بيبدا ينتج؟ عنده ماي، عنده كل شيء، بس يباله بوتلز، يباله غرش. غرش لازم هذا ينتج. ستورج اوكي استوى عندنا غرش، بس ما اظن بيكفون. تعرف اظن كله في الخسارة. قاعد امشي الحين تحت والله ما قاعد اطلع شيء، كله قاعد خسارة. عندنا 50 مليون، احنا كده بنستكشف اللعبة. ما اعرف كيف نسوي سيرفايف ولا بننجو في هاللعبه، لكن اظني اتوقع ان الامور طيبه. اثنين عندي ابل. نرجع لراعي الدكان. راعي الدكان شبه فطاير وكيك، بايزن كيك. سوي له فطاير صح؟ زين خلنا نشوف. بس فطاير يعني يبغى له حليب صح؟ وبيض صح؟ خلنا نشوف. فود فاكتوري شو يباله هذا؟ ايوه يباله عيد وحليب وبيض، يعني يبالنا بقر ودياي وقمح. والبقر والدياي يبالهم قمح اكل المفروض منطقيا. هذا هو الكلام واقعيا.
خلنا نحبي لايف ستوك فار. يلا يا لايف ستوك نحط لك جنب هذا بنحط بس بيتي ما تروح بيه. زين 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 ما نبغى لو احتاجنا عقب زيادة نقدر نزيد هذا بنسوي دي اي زين برودكشن. شو قلت لكم محتاج قمح؟ القمح بخليه قريب من عندهم. في عندنا ماي صح؟ هي في عندنا ماي احنا بنجيب هذا من هنا زين نسوي لهم درب ممكن يروحوا من اي مكان. بحط هنا مزرعة حيوانات لا ما بحطه. خليني احط اول شيء كورب فار زين واحد اظن حسابات اذا الاربعة غلط يا جماعة. خليني نجربه نحطه وراه أكثر. هذا تشوز ديستنيشن نمبر 1 روح فارم لايف ستوك للدي اي. هنا احنا بدينا ننتج دي اي تشوز ديستنيشن بيض ثم اخذنا ديستنيشن ما سوينا مصنع اكل. خلنا نشوف الدي اي ما يستوي اقرب اكثر يا كل هالمساحة حق 4 دي ايات دمتكم الحين كل هالتعب على 4 دي ايات. صانع فود فاكتوري خلي فود فاكتوري مرة في المدينة قريب المدينة. صديق الفود فاكتوري انت راح تنتج لنا انت راح تنتج عين صح؟ ابن عين فود فاكتوري تو يا صديق انت شو راح تنتج؟ انت راح تنتج فطاير وكيك. فطاير وكيك يبالهم عين وبيض وهذا. وين ديستنيشن مالك؟ فاكتوريز ايوه عند بايزن كيك رشح عند بعض ما يبالهم وايد بنرتاح من الشغله. توست ديستنيشن فاكتوريز فود فاكتوري خلنا نشوف اللحم طرشه ما ادري مكان مين ما يكون. بناخذ العربات ثلاثه اذا احتجنا نحولهم بعدين نقدر نحولهم مكان ثاني بس انا مو بالمخازن تنترس. هذا موضوع ثاني المخازن اذا انترست بعد مصيبة. مش فود فاكتوري المزارع لايف ستوك انه نبى بقر حق الحليب صح؟ ركزوا معي ركزوا ركزوا يا بعد غلط يلا ما عليه. لا انت منو قال لك نبى كاو بقر بينقصنا مي اعتقد ان ضمان بينقصنا مي. نعم بينقصنا مي بس ما على حليب بيروح فاكتوريز فود فاكتوري بايس كيك. لحم ما اعرف وين بيروح بس بندورنا في حد مكان ما يبه. نعطي عربتين لذر نقدر نحولهم داخل المدينة من نحتاجهم. بنحولهم حد داخل المدينة مش قضية. ستيت منو هذا؟ روح ما عليك مو مشكلة بس مو باك تعبي لي الدنيا. الحين محتاج اطرش ماي. وين الماي مالي؟ هذا الماي ديستنيشن. اوكي 1 2 3 ركزوا معي فاكتوريز فود فاكتوري 1. انا اوريدي قاعد اطرش حق فود فاكتوري 1 اورنج جوز دو نبغى نطرش حق هذا. 1 2 3 توز ديستنيشن نبغى فارمز. يوه كلهم يبون ماي يا ساتر. شكله بحط مصانع ماي لين اقول بس اذا ما في شيء قريب عنهم. هيه هذا ممكن نستعمله. لحظة 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 هذا هو الحل. خلنا نشوف يستوي. يو استوى استوى. هذا 4 5
خمسة آخر واحد. أوكي شكرا. آخر واحد ثاني واحد. لا ما بسوي طريقة هاي. ها شو اللي أنا شليته؟ أتمنى إن شيء ما أحتاجه. قولوا إن شاء الله بس ما نحتاجه بعدين. اللعبة مش كاملة أصلا. فمن تنزل اللعبة أظني بزيد عليها كل الأحوال. أوكي هذا أول شحنة. ديستنيشن مزارع بقر. ثاني ديستنيشن القمح. واحد اثنين ثلاث. وين الوجهة الثالثة؟ تفاح عندهم يا جماعة. عندهم هاي الماي. هذا ناشب لي استورج عندهم ماي. هي هاي من اول الناس ترى اشتريهم ماي. ما يطلع لي اياه. عندهم وايد ماي بعد. ها اكثر ماي يحتاجون. المهم فلنا بالحاصل النهاية نحن شو سوينا؟ اعطينا الكل ماي. هذا المهم. انت ليش طالع برا تعرف؟ عنده ماي هذا؟ اكيد عنده ماي. ويت هي. فاكتوريز اثنين. هذا انا بقرش اللي متأكد. هذا انا بقرش اللي من مكان ثاني من هناك. ايه عنده ماي. فلسفة. زين الحين لازم الجماعة الطيبة كلهم يطرشون حقه منو؟ البيض رمى طرش حقه من نفسه. فايس كيك يلا نطرش له من صوبين. خلنا نشتري عربات ونطرش حق هذا. ها ما بشي تنفلستك عندي. هذا بس اظني شيء بسيط. نحن بدينا ما بدينا شيء جامد. بس هنا شو المشكلة عندنا؟ ستورج وايد وايد. مو مشكلة خلوا عندكم ماي زايد. ما عليه خلوا عندكم ماي زايد ما يضركم. والله خسرنا 10 مليون عالطاير. خسرنا 10 مليون. بس الحين ان شاء الله نروم المدن ثانية في الامدادات هاي. نشوف مشكلة الانفاق بعد. يا الشارع طويل. ليش ما يختصروا ايه لازم مربع. خسرت فلوس يا الظالم. هاي اللي طرشناهم مكان عشوائي تعيدون. شوفوا يو يسوون فلاشنج. هاي اللعبة تسوي وايد فلاشنج. لازم نضبط سيتنجز. هذا بالنسبة للجزء الاول منها. بشوف اذا عجبتكم اللعبة نكملها ونشوف شو ممكن ننتج منها ونطلع منها. فيها لعبة قطار وبعض المصانع الثانية كل مر عليهم كلهم ان شاء الله. نشوفكم في حلقة جاية وخبروني تحت اذا تبون بعدكم سم سيتي نسويه ونعيد سيتي سكاي لاين لان الكمبيوتر تفرمت فسلسلة انقطعت في سوريا جماعة الخير.